السلام عليكم يا بنات، اخباركم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اعاده تدوير بنطلون الجينز. هنعمل فستان الحلو ده يا بنات، الشيك الجميل بنطلون جينز. الطريقه سهله خالص وبسيطه، هتعمليه كده بكل سهوله. ويلا ندخل على الفيديو ونشوف هنعمل ازاي. هنجيب البنطلون يا بنات بتاعنا الجينز اللي انتم شايفينه دي، هنطبقه كده بالشكل دي تاي، بحيث احنا هنقصه كده من عند الحواف من فوق زي ما انتوا شايفين بالمقاس. هطلع الحته الفوق دي خلاص انا مش عايزاها، وهشتغل كل شغلي بالرجلين بتوع البنطلون. هفرد البنطلون بتاع الرجلين بتوعه كده من الناحيه الداخليه زي ما انتوا شايفين يا بنات، وافك افتح البنطلون بتاعي كده بالمقص الفتحة، افتحه كده بحيث اني افرد الرجلين بتوعي. اي ست بيت او اي بنوتة هتقدر تعمل فستان الجميل ده بكل سهولة، ومش هياخد منها وقت خالص، وهيطلع معاها ان شاء الله باذن الله زي الفل. فردتني يا بنات رجل البنطلون بالشكل ده، وهفرد التاني بالطريقة ده. ادي كده يا بنات فردت الرجلين بتوع البنطلون بالطريقة ده. هاخد كده الناحية اللي من فوق دي، هتكون هي ضيقة عن الناحية اللي تحت زي ما انتوا شايفين بالشكل دي. هطبقه بالشكل ده، هخلي الناحية اللي فوق هي الصدر من فوق، والناحية اللي تحت هتكون واسعة، هي اللي هخليها الفستان نص الفستان اللي تحت. شلت القطبة اللي فوق بتاعت البنطلون يا بنات، هقص كده أربع ثلاث صوابع وأربع صوابع، ثلاث صوابع عرض وأربع صوابع طول، بحيث يا بنات إني أنا أعمل فتحة الصدر. وهقص كده أربع صوابع اللي هي الكتف وشبر وربع كده، أو شبر شو شبر وربع يا بنات، اللي هو قصة الكم كده يا بنات. اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين، هاجي عند الكتف يا بنات، وهاخد القصة بتاعتي بحبة كده عند الكتف بالشكل ده بالطريقة ده. كده انا قصيت يا بنات الصدر بتاعي اللي هو القفا والصدر من فوق. هطبق البنطلون بتاعي بالطريقة دي يا بنات اللي هو نص الفستان، وهاخده كده بميلان بحيث ان انا اخلي الفستان بتاعي جاي في النص ضيق وتحت واسع. اهو يا بنات بالطريقة ده، هذه يا بنات الشكل وادي القصة. هاجي دلوقتي في الناحية اللي من قدام، وهفتح كده فتحي زي مثلثي بحيث انه تكون ضيقة في النص وواسعة فوق. فتحة يا بنات زي كده فتحة مثلث، هنبطنها بتطلينة من الدنتيل، هتدي منظر حلو للفستان. الفتحة يا بنات طولها حوالي كده شبر وربع بالطريقة دي، هادي يا بنات زي مثلث كده، وهتنيها بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده على المكنة، خيطها واتنيها. وهجيب حتة يا بنات من القماش ونبطنها بحتة قماشة برضو من الدنتيل من تحت بالطريقة دي، وهخيط القماشة بتاعتي صدر الفستان والقماشة من فوق اهو بالشكل دي. كده انا خيطتها هي بنات بالطريقة دي، وجبت حتة قماشة وعملتها زي شريط كده، خيطتها وحطيتهم كده قبل بعض ست وحدات. بعد ما ركبت القماشة يا بنات هسويها كده من فوق، هسويها من جوا بالشكل دي، وهسويها برضه من فوق. انا ببسط لكم الموضوع خالص عشان ما يبقاش في اي تعقيدات او اي حاجه للستات اللي ما بيعرفوش قصه او ما بيعرفوش خيطه. يعني ممكن تعملي اي بنطلون تعيدي تدويره او اي حاجه لبنوتك وتستخدميها وتطلع حلوه ان شاء الله. كده انا قصيتها يا بنات زي ما انتم شايفين، بعد ما خيطته وابتدي اتنيها كده من فوق بالطريقه ده. خيطتها كده يا بنات انا وتنيتها بالطريقه ده، هبتدي دلوقتي اركب القفا في الصدر بتاعي، اخيطه من فوق واخيطه من على الجوانب.
بعد ما خيطت القفة بنات بتاعي لسه ما خيطتش القفة كده الاول، هرجيب حتة شريط بالشكل دي وهقصه زي مثلث يا بنات، هوصل الشريطين في بعض بالشكل ده بحيث انهم يكونوا في زاوية عشان ابطن القفة بتاع الفستان بتاعي بالشكل دي. اخيط يا بنات بالطريقة داي، بعدين خيطته وهعدله واجيب المقص كده واقص قسط قصات صغيرة خالص عشان ما يبقاش فيه تعقيدات في التبطينة بتاعته. اهي يا بنات كده وابتدي اثنيه بالشكل ده واخيطها كده. يا بنات انا ثنيتها بالشكل ده وخيطتها، هبتدي الوقت اركب الفستان في بعضية الظهر مع الصدر بالطريقة ده. ركبت الظهر والصدر يا بنات بتوع الفستان مع بعضهم بالشكل ده وبالطريقة دي زي ما انتم شايفين. هادي كده الفستان بتاعي، الصدر بتاعه من فوق والنص هركنه كده على جنب. هجيبه كده يا بنات زي ما انتم شايفين وهطبقه بالشكل دي تاي. طبقة تانية يا بنات بحيث ان اقصه كده على منحنيات نص دايرة كده بالشكل دي. اخذ من النص الاول يا بنات من قدام اهو يا بنات بالشكل دي، ده قصيته وده هو بقي بالشكل دي تاي على شكل منحنيات، شكل جميل خالص ادى منظر حلو. هجيب حتة قماشة برضه من الدانتيل يا بنات وعملت لها برضه تبطينة من تحت وهبتدي اكشكشها وخليها كده في الفستان من تحت. هكشكشها هكشكشها على المكنة واخيطها كده في الفستان من فوق بحيث ان انا اخلي المنحنيات داي تبقى نازلة كده على الفستان. كشكشت يا بنات حتة قماشة زي ما انتم شايفين طولها يا بنات شبريان، وكشكشتها بالطريقة داي وحطيتها كده مساكتها في الفستان وخيطتها. هجيب الولاعة بتاعتي وشغل كده بسيط على الحدات اللي انا عملتها عشان الفتة اللي بتاعتها ما تطيرش منها. هبتدي الوقت يا بنات جت مرحلة الكمام، هجيب حتة قماش هجيب قماشة كده على قطعتين من القماش او حتة كاملة وهقيس عرض الكم شبر وربع زي ما انتم شايفين واقصه كده بمنحني. عشان يبقى مكشكش معايا وحلو هكشكشه برضو من قدام بالشكل ده وبالطريقة ده. هجيب يا بنات اللي هو الديل بتاع المنطلون الرجل بتاعت المنطلون من تحت القطبة وخيطها كده في الفستان بالشكل ده وكشكش من فوق اهي بنات بالطريقة ده. كده خيطتها انا ومسكت الكم بحتة القماشة الجينز كده الكم بتاعي بقي جاهز. هنبتدي دلوقتي نخيطه في الفستان بتاعنا بالطريقة اللي احنا اتعودنا عليه. ندخل الكم والكم بتاعي يكون معدول يا بنات، واجيب التخيط اللي هو بتاع الكم من تحت مع تخيط الفستان من تحت واخيطه واجي من فوق اكشكش الكم بتاعي كده يا بنات. الفستان اهو يا بنات ركبت الكمام اهو زي ما انتم شايفين، وادي الفستان بقي جاهز. عندي يا بنات حتة قطعة ستان خيط ستان ابديت بنات خيط من القصب اللي هو الذهبي، هبتدي دلوقتي ادخله في الخيوط اللي انا عملتها ركبتي بالعكس كده زي ما انتم شايفين بالشكل دي. اهي يا بنات ده منظر حلو برضو للفستان كده من فوق. عندي بنات قطع عندي بنات لولاي خرز، هبتدي دلوقتي امسكه في الفستان اخيطه بالخيط والابرة بالشكل دي عداير في قب الفستان من فوق في الصدر بتاعه. عندي بنات عملت برضه حزام من قماش الدنتيل بالشكل دي تاي، خيطته من جوه بالشكل ده وعدلته يا بنات. هبتدي دلوقتي اخيطه على جنب كده في الفستان بالشكل ده على جنب. وديني يا بنات خيطت الحزام في الفستان بطريقة سهلة خالص وبسيطة. وعندي الوردات دول هركبهم كده فوق الحدات بتوع الفستان، هيدوله برضه منظر حلو وهيدوله منظر جميل. وبنطلون جينز يا بنات عملنا فستان جميل خالص
وشيك وبطريقة سهلة خالص وبسيطة. هتعملي كده وانت مغمضة عينيكي، وودي الفستان يا بنات شكله النهائي بطريقة سهلة خالص يا بنات، وجربوه ان شاء الله بإذن الله يعجبكم وهيطلع ناجح معاكم. وإذا كنت أول مرة تشوفي قناتي ما تنسينيش في الاشتراك واللايك، وإذا كنت مشتركة ما تنسينيش في الشير واللايك في القناة. اللايك يا بنات، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو فضلا وليس أمرا، اللايك يا بنات اللايك.